السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نهى سليمان من قناة أكلات بيجي. النهاردة عملت فطار سهل وسريع حلو قوي، عبارة عن فطيرة ما خدتش مني وقت، مكوناتها سهلة وبسيطة، إن شاء الله هتعجبك. بس يلا قبل ما أبدأ وأشتغل وتمشي وتنسيني، يلا اشتركي في القناة، فعلي الجرس واعملي لايك. يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. هنشوف مع بعض المكونات: 4 بيضات وجبنة موتزاريلا وجبنة تركي الموجود عندك في التلاجة يعني، وتلات معالق دقيق كبار، ونص معلقة بيكنج باودر صغيرة من اللي هي معلقة الشاي، وفلفل أخضر، وزيتون. كان عندي زيتون في التلاجة، كام زيتونة كده قطعتها. الفطار ده يعتبر يعني اللي موجود في التلاجة عندك، وملح وفلفل وقرفة. الحشوة بتعمليها أي حاجة، أنا هحشي جبنة موتزاريلا وجبنة تركي. أنت ممكن تستخدمي لانشون، بسطرمة، أي حشوة موجودة عندك في التلاجة أنت ممكن تعمليها. الفطار دوت أو الفطيرة ديت اللي أنا هستخدمها كفطار أنا بعملها بمكونات موجودة عندي في التلاجة، يعني الحشوة اللي أنت حباها. وطبعا 1/4 كوباية لبن ومعلقة سمنة. بجيب ال4 بيضات كده وبحط عليهم 1/4 كوباية اللبن وثلاث معالق دقيق ونص معلقة البيكنج باودر، وهبدأ أضربهم مع بعض. بس بحط طبعا البهارات، الملح والفلفل الأسمر والقرفة، طبعا تظبطي الملح بتاعك زي ما انت عايزة. بعد ما ضربته كده بالشوكة زي ما انت شايفاه، بجيب الطاسة اللي هشتغل بيها وبحط السمنة او الزبدة زي ما تحبي، واستنى السمنة تسيح، يعني معلقة سمنة كبيرة كده. هسيح السمنة بعد ما اخد لون كده من تحت، وان انا اقدر اقلب الخليط بتاعي يعني مسك نفسه شوية، انزل بس كده بقية الخليط في الجناب علشان يستوي الطبقة اللي تحت، يعني تكون استوت القاع بتاعه. هنزل بالحشوة بتاعتي، بس خليها اساسي يبقى عندك جبنة موتزاريلا، يعني بتديها طعم حلو. لو ما عندكيش الجبنة الشيدر او الجبنة التركي هتقضي الغرض، والفلفل، وكمان لو فلفل الوان بيبقى حلو قوي. انا حطيت فلفل كوبي لان هو اللي موجود عندي. الحشوه طبعا زي ما انا قلت لك في الاول دي اختياريه، تحشيها زي ما انت عايزه، الموجود في تلاجتك اعملي بيه فطار الصبح بطريقه حلوه وطريقه جديده. انا هحط كمان الزيتون، قلت لك كان عندي زيتون انا اللي قطعته زي ما انت شايفه كده. هي نوع من التجديد، يعني احنا بنزهق من السندوتشات الصبح، والولاد كمان بتبقى مش راضية تقوم تفطر الفطار التقليدي. الطريقة دي هتخليهم يتشجعوا ويفطروا هم. بعد ما خلاص كده اطمنت ان هي استوت من الوش التاني، تبتدي بقى تقلبيها كده، هتتقلب معاكي بسهولة. خلاص هبدأ اقلبها على الجنب التاني بالراحة كده، بتقلبيها على الوش التاني. بعد ما قلبتها على الجنب التاني وطي النار، خلي النار واطيه خالص، لان طبعا الجنب التاني بردك اخد لون، فمش محتاجه اغمقه. انا عايزه بس اضمن ان الخضار استوى شويه من جوه. بصي لونها جميل ازاي وريحتها طالعه حلوه قوي. رشه القرفه بتشيل اي زفاره البيض. نزليها في الطبق بتاعك بقى ان شاء الله. بعد ما طلعتيها في الطبق بقى بتقطعيها بالطريقه اللي انت حباها. طبعا مش قادره اوصف لك ريحتها حلوه قوي.
طريقتها طبعا جميلة، وبتقطعيها وهي سخنة علشان طبعا ما تنفعش تاكليها غير وهي سخنة. وبكده أكون خلصت الفطار النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو يلا اشتركي في القناة، فعلي الجرس واعملي لايك.